بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة من كتاب شعب الإيمان للإمام أبي بكر البيهقي. باب في طاعة أولي الأمر. فصل في ذكر ما ورد من التشديد في الظلم. عن ابن عباس قال: قال موسى عليه السلام: يا رب، أمهلت فرعون 400 سنة وهو يقول أنا ربكم الأعلى، ويكذب بآياتك ويجحد رسلك. فأوحى الله عز وجل إليه إنه كان حسن الخلق سهل الحجاب، فأحببت أن أكافئه. يقول: حدثنا عبد الصمد بن معقل، يعني عن أبيه، عن وهب بن منبه. وهب بن منبه من أهل اليمن، كان يهودياً فأسلم، وله معرفة بالتوراة، وكان ينقل عنها. والتوراة فيها ما هو باق وفيها ما هو محرف، أكثرها محرف، إما اللفظ وإلا المعنى. اللفظ عرفناه، يبدل كلمة مكان ما كلمة، والمعنى بأن ما جاء في التوراة هذا اللفظ يدل على كذا، وهم يفسرونها بغير ما أراد الله ورسوله فيحرفونه. هذا الذي روى عن وهب بن منبه ابن أخته، وكان يبلو عنه الكذب، روى هذه الرواية. اسمعوها. كان من المطلوب أن ما نقرأها نتجاوزها، لكن لأجل أن نبين المخالفة في المتن، أنه غير موافق لأصول الكتاب والسنة. اسمعوا ما يقول عن ابن عباس قال: قال موسى. بين ابن عباس وموسى عليه السلام آلاف السنين، هذه ليست بحجة عند المسلمين، لا بد من سند. وابن عباس لا يجرؤ أن يقول ذلك، فدل على أن الآفة من ابن أخت وهب ابن منبه. إيش الآفة الموجودة في النص؟ اسمعوها. يقول: قال موسى عليه السلام: يا ربي، أمهلت فرعون 400 سنة. أمهلته 400 سنة وهو يقول أنا ربكم الأعلى، ويكذب بآياتك ويجحد رسلك. فأوحى الله عز وجل إليه إنه كان حسن الخلق سهل الحجاب، فأحببت أن أكافئه. إيش وجه الخلط فيه؟ قال لي: يا ربي، أنت تركت فرعون 400 سنة يعبث في الأرض ويؤذي العباد ويسهل له، قال الله عز وجل: أحببت أن أكافئه. يا عبد الله، تعطي نفقتك وتكافئ إنساناً لا بد من خدمة
إما أسداها إليك أنت المعطي، أو رأيت أن بقاءه فيه نفع للمسلمين، لكن تعطيها لإنسان يعبث في الأرض ويؤذي الناس ويدعي أنه كذا، ويستخدم أناساً يسخرهم في مصالحهم ويقتل ويسيء ثم تنعم عليه، هذا غير مقبول عقلاً فضلاً عن شرعه. ولذلك يا عبد الله صدقاتك لا تذهب لمن يعصي الله، لمن يعصي الله، لأنك تعينه على المعصية. احرص حين تشتري أو تبيع أو تؤجر من أحد مرافقك التي متعك الله بها لإنسان تعلم أنه يعصي الله فيها، لا ينبغي لك أن تعين العاصي، لأن نعم الله إنما أباحها الله للمؤمنين وجعل للكافرين نصيب لكن لم يبحها لهم، فأنت لا، لأن من شكر النعمة أنك تستخدمها في طاعة الله أو في سبيل الله. إذا أراد الله مكافأة فرعون أتظن أن الله عز وجل يتيح لفاجر يعذب العباد لأنه سهل الخلق؟ لا يا عبد الله، ظلم العباد لا يرضاه الله أبدا، لكن ابتلى الله به أناسا ضحك على عقولهم فاستخف قومه فأطاعوه. تعرف معنى الاستخفاف؟ جعلهم خفيف غير ثقيل، إذا سمعوا الكلمة طاروا بها، وإذا وعدوه تلبثوا بالوعد، وإذا قال لهم كذا صدقوه. هذا لا يفعل الإنسان، لا يكون إما وراءه شخص يطير لأي قول ووعد إلا دل على أنه رجل غير متزن وغير ثقيل. هذا استخف قومه. أترى أن الله عز وجل لعدله وحبه للعباد إذا كانوا عادلين وانتصاره للمظلومين يجعل له يفعل ذلك مقابل أنه كان حسن الخلق رطيف؟ هذه قصة مكذوبة ولا تقال، لكن إنما بيناها لأجل من يقرأها يعرف أن هذا مخالف لهذه السنة الكريمة ولهذا الشرع الحميد. اقرأ ما بعد. عن أبي الدرداء قال: إن أبغض الناس إلي أن أظلمه لرجل لا يجد أحدا يستعينه علي إلا الله عز وجل. أبو الدرداء أصدق الناس لهجة، يقول أبو ذر أصدق الناس لهجة. أبو الدرداء رضي الله عنه وله زوجتان صالحتان إحداهن مكثرة الرواية تروي كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن زوجها أبو الدرداء. ما الذي يقول؟ يقول: إن أبغض الناس إلي أن أظلمه لرجل لا يجد أحدا يستعين به علي إلا الله. تأمل العبارة، يقول لو أردت أن أظلم أحد أحرص أني لا أحرص الضعيف اللي ما له سند، لكن شأن الناس أنهم يظلمون الضعيف الذي لا سند له. لو أحدهم مر بالآخر فوكزه في كتفه ثم التفت فرأى أشارته حسنة وعظيم ما كلمه، وإذا جاء أحد الناس عفواً لم يتعمد أن يكزه فوكزه تعالوا انظروا كيف يفعل، ما شاهدت هذه؟ ما أكثر هذا ما يحصل. أحياناً هذا الفقير البائس إذا طرق يطلب حقاً رفضوه، وإذا أراد أن يجد مكاناً طردوه، وهو حق من حقوق الله، ليس لأحد أن يزيحه عن مكانه. شأن الناس هكذا، ينتصرون لأنفسهم إذا كان من ظنوه أنه لا يستحق ويؤذونه. هذا الذي لا سند له مجروح كئيب مكسور الخاطر، إن كان من عامة المؤمنين، ليه في خواص المؤمنين؟ نعم في خواص المؤمنين الذين إذا ظلموا لأجل الدنيا صبروا ما دعوا على ظالمهم، لكن إذا رأوا أحد ينتهك حرمات الله أو أنه يؤذيه في دينه يلجأ إلى الله عز وجل. أما عوام المؤمنين فإنهم
ينتصرون لأنفسهم، ما يحب أحد يعتدي، قد لا يعتدي على أحد لكن لا يريد أن يعتدي عليه أحد، ولا يأمر بمعروف ينهى عن المنكر لأن يرى أن عاقبتها وخيمة يلحقه أذى. هذا الصنف من المؤمنين حين يعتدى عليه وليس له أحد ينصره يلجأ إلى الله، هذا شأن عباد الله المستضعفين في الغالب، لأنه لو ذهب إلى فلان إما اعتذر إن كان فيه حياء أو قال أنت المخطئ، حتى وصل هذا إلى الناس الذين تصدوا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا جاءهم هذا الصنف بالغوا في الوعظ وآذوه، وإذا جاءهم من أصحاب الشارة حاولوا يهونوا عليه الأمر يجدون له مسلك ويسوغونه. فإذا كان هذا الصنف عند هذه الطبقة من الناس فما بالك عوام المؤمنين. أبو الدرداء يقول أبغض الناس إلي، أبغض يعني قصد أصل البغض يا عبد الله الكره، وأصل الحب الولاء، من أحب شيئا تولاه إما يقربه أو يدنو إليه أو ينصره، وإذا بغض الإنسان شيئا نفر منه وكرهه، البغض والحب يتولد منه عداوة، من أحب شيئا نصره ولو وقام بالأمر الذي يحاول أن يقربه إليه ويدعو إليه ويسعى في الحصول إليه، وهذا شأن المحبين لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فإنهم ينتصرون لله والله غني عن عباده، وينتصرون لرسوله والله سبحانه وتعالى تولى رسوله والملائكة، لكن مع ذلك هذا الحب الذي في القلب إن يتولد منه النصرة لمن يحب. ولذا غالبا من شروط المحبة الصادقة، دائما من شروط المحبة الصادقة أنه ينصر من يحبه ويطيعه، هذا شأن المؤمنين مع الله وكذا مع رسوله صلى الله عليه وسلم. لما ادعى الناس بعض الناس محبة الرسول وهم في الواقع لا يطيعونه ويخالفونه، أنزل الله عز وجل هذه إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتباعه يعني طاعته فيما يأمر، واجتناب المرء عما يكرهه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ميزان عجيب، إذا وازنت الناس بهذه علمت الصادق في محبته والكاذب في محبته. أبغض الناس يقول أبغض الناس إلي أن أظلمه، يعني البغض هنا ترى يتولد معناه الخوف، لأن الذي ما يحب يظلم أن يقع منه الظلم على شيء، وكان دافعه الإيمان، أي أن الخوف في قلبه من الله عز وجل تمكن، حيث أنه يعرف قبح هذه المصيبة وهذا الظلم لو وقعها على العبد الضعيف، لأن العبد القوي يلتجئ إلى آخر ويلتجئ إلى ما عنده من متاع من مال أو خدم أو أنصار، وله من الشعب أتباع، هذا يلجأ إلى قوته، لكن الضعيف ما عنده أحد، كسرة خاطره يدفعه إلى أن يقول يا رب هذا ظلمني، والله عز وجل ينصر المظلوم ولو كان كافر. فلما قال أنا أبغض يعني أخاف، معي خوف شديد، يعني لو أراد أن يظلم، يعني هذا كقول أحد ابني آدم حين توعد الأخ أخاه لأقتلنك، ف
قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. هذا الشاهد، كيف تريد، كيف ترغب أن فلان يتحمل إثمه وإثمك؟ هذا لا يقولها مؤمن، لا تقول يا فلان افعل هذا عشان ربنا يعاقبك، ما يصح. عرفت وجه الإشكال؟ إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، ما تجي إرادة من الرجل الصالح لفلان تقول إني أريد أن الله يوقعك في جهنم أنك تتحمل الوزر، لا ينبغي. المؤمن ولو آذاك اسأل الله أن يكفيك شره أو أنه يعيقه فلا يصل أذاه إليك، أما أن تقول الله اجعله في جهنم، اللهم دمر حياته بنفاق، ما ينبغي هذا، لا يجوز. إذن فما معنى قول الرجل الصالح هابيل لقابيل: أنا أطلب من الله أنك تتحمل وزري ووزرك؟ هذا يقال حين تعلم أنك تلجأ إلى أسوأ الأمرين، فتقول: أنا لا أفعل هذه، لكن إذا خيرت بين شرين فأنا أختار أهونهما، وأنك أنت تفعل شر الشرين، أتحمل أذاك واعتداءك عليه، ولا يصل إليك مني سوءا لأني أرغب عن الشر وأود أنك أن تتحمل الشر. إيش مناسبة هذه القصة لقول أبي الدرداء؟ المناسبة يا عبد الله، قال: أبغض الناس إلي أن أظلمه، هذا الفقير الذي لا ملجأ له إلا الله. ظاهر النص كأنك أنت تود أنك تظلم من له أنصار، لكن ليس هذا المراد. يعني لو دفعت إلى فعل شر أو أقوم بمظلمة وليس لي خيار فأتحاشى أن أظلم هذا، لأن سنده قوي لا أفوت منه إذا طلبني. أما بقية الناس فالأمر سهل. عرفتم وجه هذا؟ إني قال: أبغض الناس إلي أن أظلمه رجل ليس له سند إلا الله عز وجل. أبغض بمعنى أخوف، لأن الخوف يتولد منه حب أو بغض، إما نفور أو حب. الإنسان يكره الشر فيخاف أن يرتكبه، أحياناً يحب المنكر فيخاف أن يكره أن يتعامل به. خوفه هذا يجعله يا عبد الله أنه يبتعد عن المخوف، لأن عاقبته وخيمة. والإنسان إذا أراد أن يفعل المنكر ثم جاءه خاطر الملك في قلبه لا تفعل، فإن عاقبته وخيمة. منهم من ينور الله قلبه، ومنهم أعوذ بالله من يجرؤ فيسلك. هذا المنكر لا ينصرف عنه العبد، لأن فيه مغريات: المال والشهوات والزينة ورغبة النفس وهواها تجتمع عليه فتدفعه دفعة. إن لم يعرف المنكر قبحه وآثاره السيئة، قبحه يعني ما يتولد منه من ضرر وما يتولد منه آفات، كل أحد يعيش في هذه الشهوات سلب وإنكار معروف وتعدي وجحود حق، أو في الشهوات شهوات البطون في أكل المال الباطل أو شهوات الفروج، ترى أصحابه لا تظن أنهم منعمين، لكن غمرة الشهوة طغت على قلوبهم فلا يحسون بالألام التي فيها. رجل يحب يعمر ويحب أن يبني، فبلغ منه لما رأى المكاسب أصبحت هذه الشهوة
غلبت على قلبه، فتراه يسهر في تخطيط البناء ويقوم الليالي يعدد كيف يحصل على المكسب. إذا صلى، إن صلى صلى بغير خشوع، يترك حقوق البيت والأهل ولا يدري عن أهله ما يفعلون وراءه. سلبت وهو في أسى، لأنه لا يأكل هنيئاً ولا ينام طيباً، ويحصل ما يحصل، لكن غمرة حب المال طغت على قلبه. لا يدري الإنسان إذا حب شيئاً، اللي يحب الرئاسة يكون رئيس قسم ولا رئيس دائرة ولا أمير ولا كذا، تراه يسعى بكل قوة على الحصول على هذه الرئاسة، يسهر الليالي ويقدم الأموال ويقرب الناس وهو في تعب شديد. لكن لا يدرك هذا الشعب، ذرهم في غمرة ساهون، لأنهم الغمرة ما يغمر الإنسان من عقله وأعماله. هذا الذي يعمل المنكر يعرف أنه منكر وهو في حالة، لو رجع إليه صوابه وانتزع من هذا المستنقع وهي غمرة الشهوات لعلم أنه في ضنك وشدة. فهذا الذي يكره المنكر لا يكرهه إلا إذا اجتمعت فيه هذه الشروط أو هذه الحقائق، يعرف قبح المنكر وأن وراءه مصائب وبلاوي تصيبه، ثم يدرك أن وعد الله حق، جاء الوعيد أن من عمل سيئة سيجازى بمثلها في الدنيا وفي الآخرة. إذا صدق هذا الوعيد وتيقن أن وعد الله حق، هذا وصف ثاني. قبح المنكر، لأن قبحه يعني ما يحصل منه من ضرر. إذا علم أنه سيزني وغلبت شهوته، يدرك أن أحد أفراده سيفعل خلفه مثل ما فعل ممن يظن عليه وأن يحميه، ثم بعد ذلك يرى أن بعض إيمانه سلب منه وهو في ظلمة، لكن غشية الشهوة تجعله لا يدرك ما يحس به، لكن لو أدرك كف عن ذلك وما عمل. ولذا المؤمن في المعصية الأولى يصيبه لذع يمسهم الله بنفحة من عذابه لأجل أن يعود، وفي الثانية والثالثة حتى يجرؤ على الله عز وجل يتركه في غيه والخاتمة سوء. فإذا علم قبح المنكر وضرره وصدق بوعد الله أنه سيصيبه ما أصاب الظالمين، ثم بعد ذلك علم أن التوبة يحرم منها، لأن المؤمن إذا فعل معصية، المؤمن الغافل إذا فعل معصية يسوف نفسه والشيطان يزين له، استغفر الله وقدم صدقات وكل كذا يمحو الله عنك هذه الخطايا. لكن إذا علم المؤمن أنه قد يحال بينه وبين التوبة ما يفعل، لأن التوبة ليست معلومة، قد يموت قبل أن يتوب، وقد يعلم الله منه المنكر فيحال بينه وبين التوبة، لأن التوبة مقبولة لو تاب صدق، لكن الله يحول بينه وبين التوبة، تأتيه شهوات وغمرات ويسوف فلا يفعل ذلك. ما هو يستخف، لأن الاستخفاف والاستهانة وعدم التصديق هذا كفر. فإذا علم أنه لا يأمن أن يتوب، لأن من تاب تاب الله عليه، أو أنه سيعمل من الصالحات ما يفوق حجم ذاك المنكر فالله يغفر له، فهذا الذي يسوف نفسه بالتوبة إذا أدرك أن الله قد يحول بين المرء وقلبه ويمنع ما جرأ على المعصية وفعلها. أبو الدرداء يقول: أبغض الناس إلي أن أظلمه رجل ليس له سند إلا الله عز وجل، لأن هذا عقوبته سريعة
وانتقام الله له عاجل، وأن صاحب المظلمة إذا لجأ إلى الله فإن الله ينتصر له. اقرأ. أخبرنا عبيد الله بن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: كاد الجعل أن يعذب في جحره بذب ابن آدم، ثم تلا هذه الآية: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: كاد الجعل، الجعل دويبة وهي مستهانة عند الناس كالخنفساء لكن أكبر منها، هو غالباً يأوي ويطلب رجيع الدواب وما يخرج من المرء من هذا الأذى والفساد، فيذهب فيدفعه بقدميه الأماميين، فذاك الأذى يتلوث بالتراب حتى يتكتل، فيسوقه إلى جحره. مثل بالجعل هذه الدابة لبيان حقارتها، وإلا كل دابة إذا كثر الظلم والفساد يهلكها الله في جحرها. هنا يقول: كاد الجعل أن يموت في جحره. لما قال يموت في جحره؟ لما لا يموت خارج جحره في طريقه في ممشاه؟ أراد أن يقول أن هذه الدابة من استئناسها وسلامتها وعدم أذيتها للناس حين تأوي إلى الجحر لا تجد ما تأكله فتضعف فتهلك، وهلاكها بذنوب بني آدم، يعني غيرها من الدواب يحصل له كذلك، التمثيل بالجعل لأنه دابة حقيرة وغيرها من الدواب كذلك، عرفنا معنى في جحره. ثم تلا عبد الله الآية ليبين لك صدق ما يقول، قال: يقول الله عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، يؤاخذ يعني ينتقم منهم يعذبهم، لأن كلمة أخذ فلان بعنق فلان معنى قضى عليه، وأخذ فلان بيد فلان يعني نصره، هنا جاءت بمعنى العقوبة. لو يفعل الله بالظالمين فينتقم منهم حين ظلمهم لم يبقى على ظهر على ظهر الأرض دابة، ما قال لم يبقى على ظهر الأرض هذا المكلف الظالم. لو يعذب الله الناس بما يفعلون لأخذهم، لكن لم يقل لأخذهم، قال ما ترك على ظهرها، ظهرها الضمير في ظهرها على الأرض، ويعرفه القارئ لأن قرائن السياق يدل على أنها الأرض ولو لم يجري لها ذكر من قبل. قال: هؤلاء الظلمة لو أراد الله أن يعجل عقوبتهم لأهلكهم وأهلك جميع الدواب. ومن فسرها بأنه أهلك المكلفين هذا أخطأ، قصر في حق الآية. أما الظلم عرفنا أن الله أهلكهم سبحانه لأنهم هم الذين حصل منهم الظلم فهم أحق بالعقوبة، وما بال الدواب الأخرى؟ الدواب الأخرى سخرها الله لبني آدم وجاء ما جاء بهم، لأن الله عز وجل إذا أراد إنعاش الناس أنزل عليهم من السماء ماء فأمطروا، ولذا صلاة الاستسقاء وطلب السقيا من الله لا تستخف بها يا عبد الله، حتى أولئك القرى، حتى تلك القرى التي تجري فيها الأنهار لو أمسك الله القطر عن 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 منابعها لهلك الناس، لباسك وطعامك وشرابك وأنسك هل هي إلا مما أنبت الله من الأرض؟ الأنعام لو ماتت كيف تأكل يا عبد الله؟ وإذا الخضار والثمار ذهبت كيف تعيش يا عبد الله؟
لا تستهن بهذا، كاسة ماء أفضل من برميل هذا الذي يستخرجونه من الأرض اللي يسموه الكنز الأسود، هذا يعيش به الناس وذاك لا يعيش به الناس. إذا علمت هذا فالذي حصل أهلك الله أهل الأرض ودوابهم بسبب الظلم، لأن الله عز وجل أنزل الأرض لأجل أن يستمتع به الناس ليستعينوا بها على طاعة الله، فإذا انتشر الظلم منع الله قطر السماء أن ينزل على الأرض، هلك الناس والدواب بشؤم هذه المعاصي. حل العذاب ولم يخص، حل العذاب عاما ولم يخص الظالمين. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. اسمع قوله سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. البر والبحر يعني القرى الكبيرة والصغيرة والتي بجانب البحر والتي في البادية، وبعض المفسرين يقول البر والبحر كما هو، لكن العرب تسمي البحر المدن الكبيرة، ولذا ويسمى بحرة كذا أي بلد كذا، والبحيرة تصغير بحرة. والله عز وجل يقول ظهر الفساد، الفساد يعني العمل بغير شرع الله عز وجل في السلوك والأخلاق وترك الأوامر وارتكاب المناهي، هذه تقتضي أن تأتي عقوبات، إما سرقات وعدم أمن وانتشار البغضاء بين الناس وترصد فلان لا يستطيع أن يأمن إلا إذا تحصن وإلا إذا فعل وإلا إذا كذا، هذه وكل ما ازدادت هذه الفتن وكل ما ازدادت هذه المحن اعلم أن الناس ازدادوا في العصيان والمكر. الله عز وجل حتى المرور إذا رأيت مكانا لا تستطيع الوصول إليه إلا بعد مشقة وكدر وضيق نفس، ترى هذه من العقوبة يا عبد الله. هنا يقول الله عز وجل ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، دل على أن ما يحصل هو من فساد الناس، وإلا لو انتهوا ما خاف أحد، كان يأمن، لكن ظهر هذا الفساد وأصبح الناس لا يأمنون لا على أنفسهم لا على أعراضهم، يخرج وهو يتشاءم، ويقول الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. نعم. عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه سمع رجلا يقول إن الظالم لا يضر إلا نفسه، فقال أبو هريرة بلى والله حتى الحباري لتموت في وكرها هزلا لظلم الظالم. إن الظالم لا يضر إلا نفسه، هو ترى صادق الذي قال هذا القول صادق، وأبو هريرة فهم منها معنى آخر قال بلى يعني خلافا لقولك، حتى الحبارة الطير هذا الذي يأكله الناس تموت من ظلم ابن آدم، ذاك قال صحيح يعني هذا الظالم ما يضره، إنهم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، دل على أنه يضر نفسه، لكن ضرر النفس هذا إذا كثر العمل به وظهر الخبث وكثر فإن شؤم المعصية تعم، ولذا أهل الدار الواحدة أو المسكن الذي يضم كثرت سكان كالعمائر الكبيرة إذا علموا أن فيه
أناس يسكنون فيعملون الفجور، قد يتظاهرون به وقد يستخفون به، لكن بقاؤهم فيه مدعاة شر ثم يسكتون. اعلم أن المصيبة ما تخص هذين، لا، تعم كل أهل السكن في ذلك. فأبو هريرة لما سمع فلان يقول الظالم لا يضر إلا نفسه، يعني مسكين هذا الذي يظلم لن يضرنا، يضر نفسه، هو كلامه صحيح، لكن أبو هريرة رضي الله عنه قال بلى نقضا للكلام الأول، لا يقتصر الضرر على نفسه بل يعم حتى يصاب به تلك الطيور، يمنع الله قطر السماء فتموت لأنها لا تجد ما تأكله. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.